من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن إقرار ميثاق العمل الوطني شكل علامة فارقة في المسيرة التنموية الزاخرة بالتلاحم والتعاضد والوحدة الوطنية والترابط المجتمعي الذي تتفرد به مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم. لافتا معالي إلى أن ميثاق العمل الوطني جاء تتويجا لمبادرة كريمة ورؤية شاملة من لدن جلالة الملك المعظم في إطلاق المشروع الوطني الذي حظي بتوافق وإجماع شعبي. بداية أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني. هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا وعلى قلوب كل بحريني ينتمي إلى هذه الأرض الطيبة، والحقيقة نحن نفخر دائما بأن ما تحقق من إنجازات في هذا العهد الزاهر يفوق حتى التوقعات، ولذلك نحن نطمع أيضا أن يكون مستقبلنا إن شاء الله أفضل من حاضرنا، وكما قال جلالة الملك دائما بأن الأيام الجميلة لم تأتي بعد. نحن والحمد لله نعيش في أمن وأمان، البحرين بلد مستقر، الكل سواء كان مواطنا أم مقيم حافظا أمنه متمتعا بحرياته، وبالتالي أيضا أن العهد الزاهر لجلالة الملك والمشروع الإصلاحي لجلالة ركز على موضوع مهم وأساسي ألا هو التسامح والتعايش بين العناصر وبين الفئات وبين الأديان. نفخر بالبحرين ونفخر أن نعرض تجربة البحرين على العالم، ونقول هذه هي البحرين في عهد صاحب الجلالة. وبذلك أنا أعتقد أن بهذه المناسبة أوجه أيضا خالص التبريكات إلى شعب البحرين الكريم الذي وضع يده في يد صاحب الجلالة للسير إلى الأمام. فلذلك اليوم أنا أفخر بأن مسيرتنا الحمد لله تسير إلى الأمام، وأنها أتت برؤى ثاقبة وثابتة، وعليه أنا أعتقد إن شاء الله ستكون من نجاح إلى نجاح.